بسم الله على رسول الله، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهارده مسألة 34. المسألة بكل بساطة بيقول لك كاريت كلاس اسمه كار ويز نيم، كاريت له الستر والجيتر والديسبلاي ميثود اللي هي ديسبلاي النيم. بيقول لك كاريت ميثود بقى اد تو ديستانس اوبجكت اند ريتيرن ذا ادد ديستانس اوبجكت. اذا كده عندنا ايه؟ عندنا تو كلاس، كلاس كار وكلاس ديستانس. الكلاس بتاع الديستانس ده عباره عن كلاس في اكس وواي، نقطتين العربيه بتمشي منهم من اكس لواي. حلو الكلام، حلو الكلام. تعال الاول نكريت الكار كلاس اهو، كار قال لي ده في ايه؟ ده في النيم، برايفت سترينج نيم. تمام، قال لي عندي كلاس تاني اسمه ديستانس. تمام، ودي فيها برايفت انت اكس، برايفت انت واي، فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة. تمام، ركز بقى معايا. هو قال لي ايه؟ كريت لهم الجيتر والستر. تمام، سيبك من كريت الجيتر والستر والميثود دي، سيبك منها دلوقتي. وقال لك كريت ميثود ذات اد تو ديستانس اوبجكت، يعني قال لك ضيف في الكار كلاس فانكشن بتاخد اتنين ديستانس اوبجكت وبتتن مجموعهم. اذا كده محتاج كده ان يكون في الكار في اوبجكت من ايه؟ من ديستانس اهو، برايفت ديستانس ديستانس، هو ده الاوبجكت اللي هنجمع فيه تو اوبجكت اللي هيكون في الفانكشن. ازاي؟ تعالى بس هنا نقول له ايه؟ انسرت، ده كونستراكتور. خلينا نعمل ايه؟ الجيتر والستر اهو، وهنا برضو نعمل الجيتر والستر، وتعالى هنا نعمل فانكشن اللي هي بتبرنت كل الداتا. هقول له public void print، هقول هنا السيستم اوت برنت لين، هقول له نيم، وحط جنبيها ايه؟ وحط جنبيها نيم، واقول له هنا distance، واقول له distance dot get x plus، حط كده شوية spaces، واقول له distance dot get y. حلو، اذا دي الفانكشن اللي بتبرنت كل الداتا اللي عندي هنا، النيم والاكس والواي اللي جوه الايه؟ الديستانس. حلو كده، احنا كريتنا الجيتر والستر والديسبلاي ميثود، فاضل لي الميثود اللي بتاخد تو اوبجكت. فهعمل الميثود اهي بابليك، بترجع ايه؟ ما ترجعش حاجه، بابليك فويد بس بتاخد، هقول له وليكن اسمها ديستانس، بتاخد ايه؟ بتاخد تو اوبجكت، ديستانس 1 وديستانس 2. تمام، بتعمل ايه بقى؟ انا عندي ده الديستانس اللي هيكون فيه مجموعه تو ديستانس دول، مش ده في اكس واي؟ اه، وده في اكس واي، اه، وده في اكس واي، اه. فانا هقول له ديستانس دوت سيت اكس، هجيب الاكس اللي هنا، هقول له هتبقى عباره عن مجموع الدي 1 دوت جيت اكس بلس الدي 2 دوت جيت اكس. كده انا جبت الاكس اللي هنا وزودت عليها الاكس اللي هنا وحطيتهم في الاكس اللي فان اللي هنا. حلو، كذلك الواي، هقول له ديستانس دوت سيت واي، هجيب الواي اللي في الدي 1، هي دي 1 دوت جيت واي بلس دي 2 دوت جيت واي. كده الواي اللي هنا اللي هي في الدي 1 والواي اللي في الدي 2 جبتهم وجمعتهم على بعض وحطيتهم في الديستانس بتاعت الايه؟ الواي بتاعت ديت. اذا ده اصبح في ايه؟ في مجموع الاكسات في الاثنين دول ومجموع الوايات في الاثنين دول، وعن طريق البرنت اقدر اطبع ايه؟ الاكس والواي اللي موجودين بقى هنا. حلو، لو جينا نعرف ايه ديستانس اهو، هقول ديستانس 1 ايكوال نيو ديستانس، واقول له ديستانس 1 دوت سيت اكس 10 دوت سيت واي 20. حلو، واقول له ديستانس 2
دول ست اكس ودول ست واو، واقول له دي مثلا 100 ودي 200. حلو الكلام، حلو الكلام. هعمل اوبجكت منين؟ من الكار، كار ايكوال نيو كار، واقول له كار دوت سيت نيم، واديله ايه نيم وليكن سي 1. حلو، واقول له كار دوت ديستانس، واديله دي 1 اللي هو ديستانس 1 وديستانس 2، واقول له بقى كار دوت ايه دوت برنت. المفروض يبقى ايه، هيتبع النيم اللي هي سي 1، ويتبع بقى الديستانس. الديستانس عباره عن ايه؟ مجموع الاكسات اللي هي 10 و100 110 و20 و200 220. لو نرن لازم يطلع 110 و220 لو كلامنا صح. في مشكلة نال ليه؟ نيو ديستانس اهو ونيو كار. هنا سيت اكس، هنا الديستانس، بص دي ديستانس صح؟ ايوه. هو انت ما عدتش منه نيو ايكوال نيو ديستانس، لازم تعمل منه نيو ديستانس عشان ما يكونش بنال. ده عباره عن حاجه بتشاور، بس بتشاور على ايه؟ مش كانش بيشاور على حاجه، ديت ما كانتش ايه موجوده، دي ما كانتش، دي هديت ما كانتش موجوده. فده اوبجكت بالديستانس؟ لا ده مش اوبجكت بالديستانس، ده انك عرفت حاجه زي الوينتر بتشاور، بس بتشاور على ايه؟ لسه مش بتشاور على حاجه، كانك عرفت بوينت حاجه كده بتشاور على مكان. طب ايه المكان اللي بتشاور عليه؟ مفيش، فهي بنال. فلازم تقول له ايكوال نيو ديستانس. حلو، نبدا ايه نرن، قلنا لازم يطلع 110 220 او 110 220. اذا كلامنا مظبوط، ما فيهوش اي مشكله، وتاسك بسيطه وسهله الى حد ما. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك واللينك ده تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.